عندي بقى ايه لقيه. ده محمد عيد، ده راجل جميل بيشتغل تاجر تجزئه. لقيته هنا جاب عربيه، وفي العربيه ديت بيعبيها حاجات. فانا بساله اولا ايه اخبار السوق؟ اخبار السوق الحركه خارجيا يعني الناس تعبانه وحركه. طب ليه الناس تعبانه؟ طبعا كل حاجه غاليه، اكل غالي وشرب غالي وكله غالي، ومصاريف دراسه، مصاريف علاجيه، كل الناس تعبانه. لا بس الناس بتشتكي ان التجار بيرفعوا الاسعار. لا، رفع الاسعار ده نتيجه فاصل مواسم. مش بايد تاجر التجزئه. تاجر التجزئه واخد بالك عايز يبيع. يعني ايه فاصل مواسم؟ فاصل مواسم يعني مثلا موسم زي بتاع اسماعيليه اللي هو الشهر اللي فات ابتداء من شهر 4 دوت. ده موسم اسماعيليه محافظه واحده بيشتغل عليها الجمهوريه بحالها، ففي ضغط على الموسم ده، بجانب ان في بعض التجار بينزل يشتري مساحات معينه، واخد بال حضرتك، عشان في وقت رخص، عشان يستغلها، بيقرا ان في غلا جاي فبيستغلها في وقت غلا. ده بعض التجار مش كل التجار، فبيجي موسم اسماعيليه ده شغل تجاري. طيب انا اسالك، اتفضل تقول لي بيرضي الله. اتفضل، كيلو الطماطم دلوقتي المفروض يكون بكام؟ كيلو الطماطم اقصى سعر ليه 7 جنيه وادنى سعر ليه 4 جنيه. من 4 و7 ده كتير، 4 ل 7. ما في اقصى طماطم ده على 60 جنيه. انت بتتكلم في طماطم فيها لون حمراء، غير بقى خرطه ارض، واخد بالك، قصه 30 جنيه كلام شغل ايه العصارات او يعني من 4 ل 7. طيب الثوم ده المعتاد. الثوم اعلى حاجه، يعني هو الثوم شغال تجاري من 12 ل 13. فقطاعي المفروض 15. انا عن نفسي شغال 15. يعني بتبيع كيلو الثوم ب 15 جنيه؟ 15 جنيه. بصل؟ بصل الكيلو ب 4 جنيه. خيار؟ الخيار الكيلو ب 4 جنيه البلدي، والسوق ب 5 جنيه. لو انا دلوقتي راجل مستهلك تمام وعايز ما يتنصبش عليا تمام، اعمل ايه؟ ده انت بقى ليك تاجر معين، واخد بالك، كزبون يعني، واخد بالك، تروح عنده. فلازم يعني انا ده حالاتي لازم اخاف على المستهلك بتاعي، واكون حنين برضو وفي القريب معاه. يعني انت تنصح ان احنا يكون عندنا مصدر الثقه، حد من الشغل معاه مصدر الثقه، تمام، في بضاعته، في اسعاره، في امانته. ما اهم حاجه الامانه عند التاجر التجزئه. ما في تاجر تجزئه قوطه مثلا ب 8 جنيه او ب 10 جنيه ده صنف اول على سبيل المثال، سين يعني، يجي يجيب صيني سين على سبيل المثال، يجي يجيب درجه اقل ويسويها بالدرجه الاعلى. فدي عدم امان. عدم امان. طيب دلوقتي في اسواق عشوائيه غير السوق بتاع 6 اكتوبر، تمام، دي مضره ولا مفيده للمستهلك؟ لا مضره طبعا. ليه بقى؟ لان السوق العشوائي بيجي يتسوق من هنا زيه زيي، وبينزل بيها عنده تحت، وبيركب عليها الحسنه اللي هو محددها لنفسه او كده او او او, أو, أو. وبالتالي قفص صوته بيع 20 و30 جنيه. فمستهلك بتاع منطقه سين يعني او صاد بتاع اي حته خد قوطه ب 140 جنيه هيبيعها بكام؟ هيبيعها ب 10 جنيه، غير واحد زي حالتي ياخد قوطه ب 100 جنيه او 100 جنيه و10، واخد بالك، او 115. يعني انت بتوافق التجار الجمله اللي بيقولوا انه لازم الاسواق العشوائيه دي تتقفل ويبقى في سوق واحد زي كده العبور في القاهره، يبقى سوق اكتوبر في الجيزه، لان العشوائي قلت لك بيتسوق من هنا وبينزل بيتحكم في سعر الحاجه. ده العشوائي. طب الجمله المركزي ده مفتوح لكل الناس. طب انا دلوقتي يعني الناس اللي بتقعد تشتكي وتقول لك يا اخوانا الحاجه بتغلى وبترخص، وفي حد بيفتح العنفيه عشان تنزل بكميه كبيره، وحاجه بيقفل العنفيه عشان تغلى. زي ايه؟ زي اي سلعه؟ اقول لك باميه، مش عارف ايه. الباميه دلوقتي بدايه مواسم، ما انت ما تجيليش حاجه وهي بدايه موسم او اخر موسم تقول لي الحق دي غاليه. ما تجيليش فاصوليا تقول لي الحق دي غاليه في الصيف. طب ما دي عوامل المناخيه هي اللي بتتحكم في حاجه زي كده. المناخ ودرجه الحراره هو اللي بيتحكم في المنتج. يعني دلوقتي المستهلك لازم كمان يكون ذكي، مصحصح شويه، يكون فاهم، ما يروحش يجيب حاجه غاليه. يجيب بقى التصنيع الصناعي عندنا، واخد بالك، يعني في مثلا فاصوليا مجمده، في باميه مجمده، تسد الحاجه، واخد بالك، ما اروحش اجيب الغالي، اسيب الغالي لغايه لما يهدى. الفاصوليا كانت من شهر كان ليها وضع، النهارده بقت ب 5 جنيه و6 جنيه. هي كانت بكام من شهر؟ 15 جنيه و20 جنيه. والناس ساعتها كانت بتقول لك يا نهار ابيض
بدل الفاصوليا غالي. طب انا مش هاكل فاصوليا لمده شهر. وللاسف ان برضو المستهلك واخد باله الحق الحكومه. طب الحكومه تعمل لك ايه؟ ده حاجه خارجه عن الاراده وحاجه انت مش متحكم في كمياتها في الارض. ده اللي متحكم فيها ربنا سبحانه وتعالى. هو واخد بالك درجه الحراره والمناخ والكلام ده كله لا بايدي ولا بايد الحكومه ولا بايد اي حد. حاج محمد اشكرك حبيبي، ربنا يبارك فيك. تسلم، اشكرك الف الف شكر.